المكان القاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة، الكل يعمل تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي أمر بتوجيه مساعدات إنسانية لساكنة قطاع غزة في موقف مغربي تضامني مع الشعب الفلسطيني يتجدد في ظل أوضاع مأساوية يعيش على وقعها ساكنة القطاع. أفراد القوات الملكية الجوية والدرك الملكي وأعضاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن يسابقون الزمن لشحن 4 طائرات بالمساعدات التي ستتوجه لقطاع غزة والتي تقدر ب47 طنا من المواد الغذائية في جسر جوي مغربي يترجم مواقف المملكة الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني. فبعيدا عن من قضوا، الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ يتهددهم شبح الموت بسبب النقص الكبير في الماء والغذاء والدواء، واليوم يأتي هذا الجسر الجوي الذي سيخفف بعض الشيء من معاناتهم التي تتفاقم تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. انتهت عملية تحميل المساعدات وساعات قليلة تفصل هذه الطائرات المغربية عن الإقلاع في جسر جوي يحمل أطنان من المساعدات الإنسانية وخاصة الغذائية للأشقاء في فلسطين تزامنا مع شهر رمضان المبارك، على ذلك يخفف من محنتهم التي استمرت لأشهر. أشرقت شمس يوم جديد وفيها طائرات القوات المسلحة الملكية تصل بأمن وأمان محملة بشريان يمنح الحياة والأمل للأشقاء في غزة. الطائرات في المدرج وكل الاستعدادات قد اتخذت، وهي عملية تنزيل المساعدات المغربية قد بدأت في سبق مغربي يأتي وسط تضاؤل الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار وتحقيق الهدنة المنتظرة منذ أشهر. هذه المساعدات ستنقل عبر شاحنات لتدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث ينتظرها هناك الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزع بعد ذلك على أهل القطاع الذين يتمسكون بأمل الحياة رغم معاناة فشل العالم في إنهائها عبر جولات ماراثونية من المفاوضات. هذا الجسر الجوي الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ليس الأول من نوعه، بل سبقه قوافل أخرى وصلت للقطاع عبر معبر رفح المصري في ترجمة فعلية لموقف المملكة المغربية والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للحفاظ على حياة أهل القطاع الذين يعيشون ويلات الحرب والدمار، وقد انضاف الجوع والعطش ليفاقم من معاناة يندى لها جبين الإنسانية. إذن انتهت المهمة بنجاح، وهي طائرة C-130 التابعة للقوات الجوية الملكية تستعد للمغادرة بعد أن أتممت نقل المساعدات الإنسانية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس لتتوجه لقطاع غزة، أملا بأن تكون انفراجة حقيقية في واقع أهل القطاع الذين يعيشون على وقع أشهر من الحرب والدمار وخاصة انقطاع المساعدات التي تقيهم شر الجوع والعطش.